الكرة تمشي إلى الركنية. يقول حكم المعجة لمصلحة نادي نجم مقرى ولمصلحة دوات على الجهة اليسرى من مرمى حارس نادي مولودة الجزائر لتيم أسامة. وصعود هذا المعتبر من لاعبي النجم في منطقة العميد. كرة مرفوعة عذاري من هذه الكرة، والهدف الأول لمصلحة نجم مقرى عن طريق حميدة صالح عند الدقيقة 11 من غمار الشطر الثاني من هذه المباراة. هدف لصفر. لمصلحة نجم مقرى من أول فرصة ومن أول كرة يفعل نجم مقرى عن أوبيدات شتتت الكرة والانطلاقة لمصلحة نجم مقرى والانطلاقة لمصلحة نجم مقرى. التسديدة الثاني والتغذية لمصلحة نجم مقرى، الثاني لمصلحة نجم مقرى، الهدف الثاني لمصلحة نجم مقرى، الهدف الثاني لمصلحة نجم مقرى. ثنائية لصفر لمصلحة نجم مقرى. هجمة مرتدة مدروسة والهدف الثاني.